هناك مكتشفة المفجرات بالطاقة العالية. No, Roger, it's okay. سيداتي وسادتي، والآن نقدم لكم أحدث الإنتاج الروسي من رشاشات كورد التيار الأكبر، والذي تم تصنيعه بواسطة شركة ديكتريو بلانت، وهي إحدى الشركات الروسية المشهورة في الحق لتصنيع الأسلحة. صنع هذا السلاح للتقدم على الأجسام الغير مدرعة أو ذات التدريع الخفيف وقوات العدو على مسافة حتى 2000 متر. كما يمكنه أنواع المماثلة هي من طراز الرشاش كورد، رعي في تصميمها للنجاح في كل الاختبارات الخارجية وإثبات قدراته تحت كل الظروف القتالية، والأنواع المختلفة من مدافع الرشاش التي تربي الذخيرة 12.7×99 ملم حسب مواصفات حلف الناتو. يتجه العالم لتطوير مواصفات مسند المدفع الرشاش كور للتأكد من إمكانية الحاق النماذج المختلفة والمساعدة في تقنيات القتال كالمركبات والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر، ويمكن إدارة نيرانه من موقع غير مجهز دون أي مصاعب بالنسبة للرامي، وهو رشاش مقنع بالنسبة للرامي لسهولة استخدامه، ويمكن استخدامه في الظروف الصعبة مثل القبار أو قمري في المياه الجليد، ويوفر الجيران دون تنظيفه أو تنظيفه لمدة 3 أيام. يمتاز بالسهولة والسرعة في استخدامه مع الوحدات الفنية المساعدة، ويمكن تجهيزه بأجهزة الرؤية الليلية. هذا هو رشاش كورد، ويعتبر مدفع الرشاش من طراز كورد أقل مرتين في الوزن بالمقارنة مع الرشاشات الأخرى من نفس العيار. كما يمكنه صب النيران على أي موقع غير مجهز في أرض المعركة من خلف الشبابيك أو المباني أو المنصات، ويمكن أن يعمل من هيكل المركبات. وكل الأنواع المماثلة هي من طراز الرشاش كورد، رؤية في تصميمها النجاح في كل الاختبارات الخارجية وإثبات قدراته تحت كل الظروف